نعم، ونحن نعيش على واقع احتجاجات كبيرة تشهدها المدن الجزائرية. أنت كتبت وغردت وتفاعلت مع هذا الأمر، دعنا نشاهد ماذا كتبت أيضا في التغريدة التالية. كابتن حفيظ، أنت كتبت وقلت: نظام بوتفليقة لا يستحق شعبا كهذا، شعب الجزائر يستحق دولة أكبر وأعظم. كابتن حفيظ، ما هي الكلمات التي تود أن تذكرها للشعب الجزائري من خلال القناة التاسعة؟ نعم، الشعب الجزائري، أريد أن أقول للشعب الجزائري بأنك فعلا أثبتت بأنك شعب حر، بأنك شعب شريف، بأنك شعب مسالم، بأنك شعب حضاري. أعتقد بأنه أعطى درس كبير جدا للعالم بأثره في أنه خاض 4 مسيرات تاريخية، الأخيرة كانت ربما واحدة من أكبر المسيرات السلمية، أقول السلمية في العالم، كانت هناك مسيرات عبر التاريخ ولكن سالت بها دماء وتم بها تخريب الممتلكات. أعتقد بأنه ما أظهره الشعب الجزائري اليوم سيبقى في التاريخ. هذه هي الصورة الحقيقية للشعب الجزائري وللجيل الجديد من أبناء الشعب الجزائري، هذا الجيل المتعلم المثقف المتربي، هذا المتخلص من كل العقد، هذا الذي يريد أن تكون هناك شرعية شعبية وشرعية الكفاءات وليس شرعية ثورية وشرعية تاريخية، مع احترامنا لكل من ساهموا في استعادة الحرية والاستقلال لهذه الجزائر. ولكن حان الوقت بعد أكثر من 50 سنة أن الجيل الاستقلال هو الذي يتسلم المشعل ويبني بلده.